هلا هنبدأ جولة على تاريخ ألمانيا تحت الحكم الروسي. هذا كارل ماركس وإيجلز اللي هم الفلاسفة اللي طلعت من عندهم الأفكار الشيوعية. مهم النقطة إن كان بدهم شالوا كل أنواع الكنائس والصلبان من البلد وبنوا هالمبنى. إجوا بعد هيك جنوا الشيوعيين إن شلون يبنوا مبنى كده ويطلع فيه صليب وحاولوا يغيروه. وهي مساحة ألكسندر بلس، هي أكبر مساحة وأخطر ساحة ببرلين، مكتوب عليه فوستوفور. هذا كان مبنى المخابرات اللي بيحفظوا فيه الملفات، مو الاستاسي نفسه. ماشي في منطقة اسمها نومانز لاند، هي اللي كانت تفصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. هون كان السور من ناحية ألمانيا الشرقية، وبيمشي لغاية نقطة تشيك بوينت شارلي اللي كانت بألمانيا الغربية. بس أنا أشهر حاجة عايز أوريها لكم هذا الشخص اللي بالصورة هاي، أشهر صورة. هذا كان حارس من في ألمانيا الشرقية، وبعدين قالوا له ليه ما تهرب، فجأة طلعت في راسه رمى سلاحه زي ما أنت شايف ونط من فوق السور وهرب لألمانيا الغربية، وفي ثانية بقى حر طليق وبقى أشهر إنسان في وقتها. كل الناس بقت عايزة تاخد منه لقاءات صحفية، بس لحظة الحرية بتيجي في ثانية وبتغير لك حياتك. كل إنسان ممكن يكون زي الشخص ده، لحظة يقرر الحرية. وين الصور بتوري لك مراحل بناء السور. الأول كان صغير وبعدين كبر وبعدين بقى سور كبير لغاية ما بقى السور اللي شفناه امبارح. وما زلنا في نومانز لاند، منطقة برلين الشرقية. والتحتينا على طول كان في بيقول لك أنفاق كتير بتعدي. هحاول أروح في رحلة جوات الأنفاق دي، بس للأسف يعني بعتقد ما فيهاش تصوير. المهم هاي الأنفاق بيقول لك ناس كتير حاولوا يعبروا. مخابرات ألمانيا الشرقية كانت بتحب تعمل ألعاب عقلية. التعذيب طبعا كان تعذيب نفسي اكتر من تعذيب جسدي. يقول لك خلوهم يوصلوا لغايه الاخر وبعدين ايه يكشفوهم ويرجعوهم. فكان في انفاق طالعه تبع اللاجئين وفي انفاق تبع المخابرات عشان بس تخليهم يوصلوا وتمسكهم اول ما يوصلوا. للاسف ناس كتير ماتوا هم بيحاولوا يعدوا في الانفاق دي، وبالنهايه حققوا حريتهم. بدأت المظاهرات، اتحرروا من العقلية الشيوعية القديمة والديكتاتورية، وبقوا زي ما انتم شايفين ألمانيا الشرقية بقت هي وبرلين واحد، برلين ألمانيا الشرقية والغربية، وانضموا إلى القوى الاقتصادية في العالم. أول ما قرروا إيه؟ لا ديكتاتورية وتعيش الحرية. هاي صور بناء السور سنة 66، كيف كان عامل 68 71 86 83، بقى السور عالي كتير. يلا المشكلة ان انا مش قادر اضحك، حد يقول لي انت مش ظريف، بعرف يعني اكيد، لان انا قاعد اسمع قصص اهوال من الصبح. يعني كل تاريخ المانيا بيقولك الالمان نفسهم ما بيحبوش يتكلموه، ما بيشوفش يحكونا كل تاريخهم اسود، حروب وقتل وتعذيب وحروب وناس بتموت. يعني كويس لما تشوف واحد ألماني تلاقيه دايما متنرفز ومتعصب، خاصة لما كان كبير في السن، بتعرف على طول ان هو كان عايش يا في فترة الشيوعية يا في فترة النازية. ودول بيقول لك ما قدروش يعملوا لهم أي حاجة لأن خلاص تركيبته النفسية اتدمرت بهاي الأوقات. وانا قاعد اسمع كل القصص المآسي دي هضحك ازاي؟ مش عارف. طول منطقة النو مانز لاند او منطقة اللا انسان في صور للتطور تبع سور برلين. وهي برلين يا جماعة، هاي برلين.
يعني أعتقد أن كل إنسان لازم يزور برلين عشان يحمد الله على السلام اللي هو عايش فيه وأنه ما دخلش حرب قبل هيك. برلين قال لكيف كانت المنطقة نو مانز لاند والسور والبر أفراج المراقبة. هيك كان السور بالضبط. أي الناس عندهم عجم السور. السور تمام. هنبص هلا من هنا. واضح المنطقة هاي كانت النو مانز لاند، وكان اللي عايز يهرب كان هنا في أسلاك شقة وكهرباء وحاجات حديد في الأرض مسننة مشان لو واحد حاول ينط. هاي كانت النو مانز لاند. واضحة بورجيكم حاجات ما حدش بيشوفها، حتى أهل برلين نفسها يمكن ما يعرفوش على حاجة. هما يعني المنطقة اللي حواليها كلها تهددت وصارت بنايات، لكن تركوا المنطقة دي بس عشان يذكروا العالم فيها. هاي اسمها نو مانز لاند. وحسبي الله ونعم الوكيل على كيف الإنسان بيحب يزل هو الإنسان. حسبي الله. هذا السور هدول ضحايا 133 شخص تقريبا اللي توفوا هما بيحاولوا يعبروا السور. كل هدول العالم كانوا حيين وبيتمنوا الحرية وماتوا هما بيعدوا بيحاولوا يعبروا أو يهربوا من ألمانيا الشرقية للغربية. يا ترى هنعمل هيك سور لضحايا اللي حاولوا يهربوا مثلا من تركيا إلى اليونان، أو الضحايا اللي حاربوا اللي حاولوا يهربوا في البحر من ليبيا مثلا، نعمل لهم هيك ميموريال مكان للذكرى بمدينة طرابلس في ليبيا أو في مدينة غازي عنتاب، مش غازي عنتاب، شو كان اسمه، باسطنبول يا سيدي، لضحايا اللي حاولوا يهربوا على تركيا. صديقي ما في شيء يعني شيء سعيد في تاريخ ألمانيا كله. قال لي ما عندناش أي تاريخ سعيد، كل تاريخنا حروب ومآسي وناس متدمرة، سواء قبل الحرب العالمية الأولى والثانية وحكم القياصرة. وكله كله كله بيقول لك اللحظة الوحيدة السعيدة في حياتهم حاجة واحدة بس واحدة، يوم ما اتحرروا من الشيوعية وبقوا دولة واحدة موحدين ألمانيا الشرقية والغربية. بيقول لك هاي الشغلة الوحيدة اللي يمكن تكون سعيدة. وكده بنوجدع الديستراب، مكان اللي هو كان فيه مصايد الموت اللي بيحاول يعبر من ألمانيا الشرقية للغربية. ورجعنا للعصر الحديث تاني أخيرا بعد 3 ساعات تقريبا أو 4 ساعات. طبعا أنا صورت لكم شغلة يطلع عندكم 10 دقايق مثلا، بس رحلة بدأت الصبح، بقالي بتمشى دلوقتي 4 ساعات أنا وصديقي هون ونتفرج على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية، سوري أثناء الفترة الشيوعية. حاولت أنزل بالنفق بس للأسف ما خلونيش أصور لما نزلنا من الأنفاق تحت الأرض، أعتقد أني هصور مخابرات الاستازي بعد كده. الانتقال من الشيوعية إلى الديمقراطية ما كانش سهل جدا. الناس كانوا من صحيح سنة 89 أعلنوا فجأة بالتلفزيون أن الناس صارت بحرية تقدر تنتقل من ألمانيا الشرقية الغربية، ولكن هذا ما خلى الانتقال يكون سهل. حلو، فجأة آلاف الناس ما كانوش لسه خبروا بالحدود، يعني آلاف الناس دخلوا من ألمانيا الشرقية الغربية بس فكروا ان هم مش هيقدروا يرجعوا تاني، فده خلى ان ضغط كبير على ألمانيا الغربية
الناس في ألمانيا الشرقية كانت متعودة تاكل وتشرب وشغل قليل ونسبة البطالة 0% إلى نسبة بطالة 7-8%، ورواتب أقل من اللي كانوا بياخدوها. بعض الموظفين طبعا في الشيوعية كان رواتبهم قليلة، هنا رواتبهم كانت أقل من المواطن في ألمانيا الغربية نتيجة نقص التعليم ونتيجة حاجات كتير قوي. لكن أول 4-5 سنين كانوا صعبين جدا، في ناس أمراض نفسية، فقد الهوية، يفكروا نفس اللي حصل مع اللاجئين لما يجوا على أوروبا في الأول. وللأسف لسه في ناس بيعانوا من هالتحول ويقولوا يا ريتنا ما انضمينا، سواء من الجانب الغربي يقول لك احنا صرفنا كتير جدا جدا ولسه بنصرف، وبين الجانب الشرقي بيقولوا احنا تعودنا على التنبلة، سوري يعني التنبلة، وعلى ان الدولة هي بتعمل كل حاجة وتربوا على كده، وصعب جدا يرجعوا مثل ما كان. عايز الجيل يروح ويجي جيل تاني وتالت ورابع ليقدروا يتعودوا على الحياة الديمقراطية. مفيش حاجة بتيجي بالساهل، والله شيء بيقطع القلب، وانا من جوايا يعني بتألم على اللي صار بألمانيا خلال التاريخ الطويل. ولكن هيك الدنيا، يوم حلو ويوم مر، نفس الشيء عندنا، ان شاء الله نرجع بلدنا نشوف يوم الحلو بقى، نشوفه امتى هيجي اليوم الحلو ده امتى. معلش انا بحكي مصري، انا مولود بمصر بس انا سوري من الشام من دمشق، ولكن ربيان بمصر، عشان كده لهجتي مصرية، بس أنا سوري يا جماعة. عايز تقول لي مصري مصري مصري. هي مش طيارة ولا حاجة، هي هي معلش بهزر. احنا في الباص الطابق التاني. وهي برلين يا جماعة، رايحين على بحيرة هيك في رفاق، رايح اشوف هناك، قلت تتفرجوا معي عليها. يلا الى هناك. اوه هي ظهرت البحيرة اخيرا، روعة البحيرة. شو اسمها؟ التيخن؟ شو اسمها البحيرة؟ شو اسم؟ ديشتراسة. متأكدة من الاسم؟ امال ليش مكتوب التيخن؟ لك مو اسم المحطة بدنا اسم البحيرة، التيخن بطيخن شطيخن حاجة كده يعني، فيها خيخل. يمكن جيل، لان انا بقول خيه بالهولندي. التيجل التيجل. وهي البحيرة ما هو مسمينه على اسم البحيرة. واو شو حلوة. مرسي يا عمو نادر جبتني هون، مرسي. على روف الشجر تيريري، على الجمال بحيرة تيخل، روعة، جميلة 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 بحيرة تيخل. يا رب أكون مطبعها مظبوط. تيجل بتقول هون الصبح؟ هنا كان في لعبة كرة قدم، منطقة مولاك المنطقة هذه فاز 7-1 على منطقة 7-1؟ مشان هيك العالم فرحانة وبيرقصوا بالشوارع؟ أنا هنا دفعنا، شوف سوينا فرقة فنسلفها بس. أيوه لك عم يرقصوا؟ هذا ليس له علاقة بالكرة القدم. أيوه لكن هذه البحيرة تسمى بحيرة التيجل، من أجمل البحيرات في ألمانيا بتجمع صارت تيجل. وهنا تقريبا القسم الغربي الشمالي والغربي من برلين يأتي في الصيف يصيف هنا ويتنزه ويستمتع في الطبيعة. والله طبيعة بتجنن. أول جدنا هنا في الشتاء. شايف في سوريين كثير هنا. طبعا سوريين منتشرين في كل مكان في برلين. أيوة. تعرف وضعنا. وهذه الفرقة هنا يتعلمون الرياضة. جينا بالآخر. بس بكفي المنظر شو حلو. شغلة. الله على المجاعد. الله. يجنن. نظر الغروب روعة. روعة. شو اللي عم بيصير ورايا؟ في ناس بترقص.
هذا المنظر احلى منظر عشان اختم بيه رحلة برلين. واقول لكم كل رحلة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا انبسطتوا، وان شاء الله كده اشوفكم في رحلات تانية كأنك هناك. يلا سلام. الغروب حتى لحظاته الأخيرة. روقان.